الحسني ربع قرن وهو يصنع أجود أنواع الغار. الحسني يطرح الآن إنتاجه الجديد بحجم مثالي، غار نصر وصابون الحياة. غار الحسني صابون مثالي لكل الأعمار، مصنوع من زيت الزيتون الخالص وخال من المواد الكيميائية. وإليكم إنتاجنا الجديد صابون عال بقالب جميل، والحسني عال العال. إطلالة على الجودة تأخذكم إليها أقمشة الحجار، أنواع الأقمشة الراقية، الحرير، الشيفون، البجكسن والكشمير، نوعيات راقية بأسعار مناسبة. مع أقمشة الحجار كل ما هو جديد ومتميز. أقمشة الحجار بفرعها الأول والثاني النجف الأشرف، شارع الصادق مقابل دورة الصحن. تعالوا إلى مأكولات الأمراء وتذوقوا ساندويتش الدجاج، الهامبرجر، اللسان، الفلافل والبيض، البطاطا والباذنجان. مأكولات الأمراء شعارها رخص الأسعار وسر نجاحها النظافة والجودة. مأكولة الأمراء بإدارة أولاد الحاج حميد جواد البغدادي، محافظة النجف، شارع صادق مقابل دورة الصحن. نحن الوحيدون والمتميزون بأكلاتنا. سمبوسك هندي، مطعم اللبوة العمرية، شارع العمل الشعبي. لذيذة. ميغورينغ شيبس، ميغورينغ وجبة شهية، ميغورينغ ميغورينغ طيبة لذيذة، ميغورينغ 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 شيبس ميغورينغ لكل العائلة. الموزع الرئيسي محلات الكنال للتجهيزات الغذائية، الشوج سوق الرمح الثاني، مكرتمان 35654، وكيلونا محلات الهناء جميلة، شارع النجدة. ميغورينغ نحن الوحيدون والمتميزون بأكلاتنا. دجاج مصحب، مطعم اللبوة العمرية، شارع العمل الشعبي. نقطة الانطلاق نحو النجاح والتألق تبدأ من شركة بغداد للإنتاج السينمائي والتلفزيوني. First step to success and glory starts with Baghdad Company for cinema and TV productions. تحول عالمنا الفسيح إلى قرية صغيرة، ولحاجة الناس المتزايدة للاتصالات برزت مشكلة شحة الخطوط وما يهدر من وقت في ذلك. مكتب بيتس وصل إلى الحل الجذري لتلك المشكلة من خلال بدالة إلكترونية حديثة علامة NEC. هذه البدالة تزيد من كفاءة استخدام الخطوط الهاتفية المحدودة وتستثمر الوقت. كيف؟ لأن هذه البدالة بإمكانها تحويل الطلب الهاتفي من غرفة واحدة إلى كل غرف المبنى، وتتيح للمدير السؤال عن الشخص بحيث يصل سؤاله إلى كل المبنى. سيدة المنزل هذه تتمتع بميزة أخرى لهذه البدالة، إذ تستطيع أن تخاطب الشخص الواقف عند الباب الخارجي، مع أيضا يمكن التخاطب بين غرف المبنى. إمكانياتها في المكالمات الجماعية في ذات الوقت تعني عقد اجتماعات من خلالها، وبإمكانها أيضا تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتحدث خارج المبنى دون سواهم. لذلك فإن هذه البدالة تلائم الشركات والمنازل الكبيرة والفنادق والمجمعات الاستيعابية. إذن تفضلوا بزيارة معرض الحاسبات والأجهزة المكتبية بيتس، شارع السعدون، أو اتصلوا بالهواتف. خليل إبراهيم، عدنان شلاش والفنان سعدي الحلي يتألقون في المسرحية الكوميدية اللي يجي من نيدا مع نخبة من الفنانين وفرقة الخشابة البصرية، تأليف نمير بيري، إخراج سعدون العبيدي، على مسرح الخيمة اعتبارا من 14/6 الثامنة مساء. الخشابة، الخشابة المسرحية الكوميدية الاستعراضية، بطولة أميرة جواد، خضير أبو العباس، وعبد جعفر النجار. الخشابة على مسرح دار السلام في الأعظمية 8 مساء. الخشابة عاما ثانيا وبنجاح ساحق. المسرحية الكوميدية حفلة لسيد محترم على مسرح النهرين، بطولة ماجد ياسين، أبو حنش، علي جابر، زياد يونس، محمود شنيشل، ونخبة من النجوم، تأليف وإخراج قاسم وعلي السراج. هذه الليلة وكل ليلة 8 مساء. للحجز مكرر 569103. ما أسعد هذا الطفل الراكد في البرية، قدماه جناح حرية. ما أسعد هذا الطفل
الطفلة الراكضة في البرية، قدماه جناح حرية. فالعالم أطيب لكن العالم أطيب بالنسبة للطفل المشلول. فمن المسؤول؟ فمن المسؤول؟ التلقيح هو الضمان الوحيد لحماية طفلك من الإصابة بمرض شلل الأطفال. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي مادة سهرتنا لهذه الليلة. آمنين أن تكونوا قد قضيتم برفقتنا وبرفقة موعد برامجنا لهذا اليوم أمتع وأحلى الأوقات. وأخيرا نقول لكم أحلاما وردية وتصبحون على خير.